أهلا بحضراتكم. احنا اتفقنا من أول يوم ان احنا هنتكلم وهندي درجات لمباريات لأشخاص لأحداث لمقارنات يعني لأي قضية هندي درجة بعد إذنكم. يعني النهاردة أنا هدي درجة للقانون وفي حد يدي درجة للقانون، أنا عايز أدي درجة للقانون ده، قانون الرياضة. قانون الرياضة اللي احنا عدنا 40 سنة أو 41 سنة مستنيينه، قانون الرياضة اللي حل مشكلة عمرها 100 سنة، عمرها 100 سنة ده بجد. سيبكم من القوانين اللي كانت قانون 7 مش عارف 77 ل 5، انا يعني الكلام ده لا، احنا عندنا مشكلة في الرياضة مش موجودة تقريبا في 200 دولة في العالم، ممكن تكون موجودة في 6 دول تانية. بس مشكلتنا ان احنا مش عارفين النشاط الرياضي ده نشاط اهلي ولا نشاط حكومي. قبل ثورة 52 ما كانش نشاط الحكومة، ملاش دعوة، ده هي وزارة المعارف أو وزارة الشؤون الاجتماعية بتشرف على الرياضة، لأن الرياضة دخلت المدارس سنة 1906، ما كانش فيه حاجة اسمها وزير شباب ومش عارفه والحاجات اللي احنا عشناها دي. بس أي قانون عايز ناس تنفذه وتحترمه، دي أهم حاجة. اوه تفتكروا ان طب ما احنا عندنا قانون المرور وفي عقوبات، لازم يتطبق القانون، ما هو كمان لازم يتطبق، بس كمان احنا لازم نحترم قانون المرور، لازم نحترم قانون الرياضة. احنا مشهورين ان احنا عندنا قوانين كتيرة جدا، الاف القوانين، بس كمان احنا مشهورين ان احنا شعب متميز قوي بانه ممكن يخرم اي قانون زي ما خرمنا التعريف. لا ما ينفعش، القانون اللي يبقى قانون لازم كلنا نحترم القانون. القانون ده بيعالج حاجات مهمة جدا، اولها الاستثمار، اي حد ممكن يعمل دلوقتي نادي، ومصر محتاجة مئات الأندية. هدي مقارنة بسيطة جدا، ألمانيا اللي عدد سكانها زي عدد سكان مصر تقريبا فيها 90,000 نادي، مصر عدد الأندية اللي فيها ما يكملش بالمراكز الشباب اللي هي هيئة رياضية يعني 800 هيئة. أنا عارف إن الفرق اقتصاديا بيننا وبين ألمانيا كبير جدا، لكن أنا بدي مثل، هم 90,000 نادي وإحنا ما كملناش 1,000 نادي، دي حاجة مهمة جدا. بس القانون عمل ايه تاني؟ حالا هكمل وهقول لكم القانون عمل ايه تاني. للأسف كل الناس والإعلام اختصر قانون الرياضة تقريبا في فكرة الثمان سنين، اللي بيحب واحد عايزينه يفسر 80 سنة، واللي بيكرهه واحد عايزينه يمشي على دلوقتي حالا، وعشان كده عايزين يطبقوا الثمان سنين. مسألة صعبة جدا يا جماعة، مش معقول كل حاجة نعملها شخصنا، نشخصن المسائل، كل حاجة بقت شخصية، ما ينفعش. نشوف العالم فيه ايه، نشوف الدنيا ماشية ازاي، مش القضية ده يقعد 8 سنين ولا يقعد سنتين ولا يقعد 5، مش مهم ده، المهم ان احنا ننجز ونشتغل فعلا بفكر تطوعي احترافي. احنا ليه لما ناس تبقى متطوعة بيع المسألة، يعني مش مهم بقى متطوعين يا عم، لا يا أخي، طالما حضرتك متطوع تشتغل بضمير، ويبقى عندك هذا الضمير في لعبتك وفي ناديك وفي المركز الشباب وفي كل مكان. ما كل واحد لو عنده هذا الضمير هتبقى الحركة الرياضية المصرية بتاعتنا حركة جميلة جدا. القانون ده كمان عالج فكرة التحكيم، مهم جدا، مش معقول كل شوية حد يروح للقضاء العادي أو القضاء الإداري يرفع قضية، مش ممكن، مفيش دولة فيها كده. هيحل كمان مشكلة الشغب والعنف في الملاعب، لازم القانون ده يطبق. العالم كله بيتعامل مع العنف والشغب في الملاعب بمنتهى الجدية ومنتهى الحسم. القانون مهم يا جماعة، القانون مش هيخلي الرياضة هي المدينة الفاضلة النهاردة، هو حد يفتكر ان ده ممكن يحصل النهاردة، لكن القانون هيخلي الرجال الاعمال والاستثمار في الرياضة يفتح منافس. الاسرة المصرية يعني بقت عندها حب وشغف بالرياضة لولادها، الحب مذهل الحقيقة. انا بشوف اولياء الامور حوالين حمامة السباحة بصلاة الجمباز وفي ملعب الاسكواش والتنس والكورة، الاب والام دلوقتي على طول
مهتمين زي ما بيهتموا بالمدرسة والتعليم بيهتموا كمان بالرياضة حقيقة. والأندية هي مصنع المواهب في جمهورية مصر العربية. هو حد يقول لكم الرياضة ممكن ترجع المدارس؟ اللي بيقول كده بيكذب بوضوح. ما فيش، أنا بقول كده بقالي 25 سنة، ما فيش رياضة هترجع المدارس. الأندية هي اللي هتعمل رياضة، والاتحادات هي اللي هتاخد من الأندية وتعمل منتخبات. احنا محتاجين أندية من أسوان إلى اسكندرية زي الجامعة الخاصة وزي المدرسة الخاصة. أنا بحيي الوزير خالد عبد العزيز وبديله هو عشان قانون الرياضة 8 من 10، في 2 من 10 عشان فيه سلبيات في القانون، لكن المهم إن القانون يستحق 8 من 10.